أنا بشكر إدارة نادي الفيصلي وبشكر الكادر الفني والستاف كامل اللي حط ثقته فيه، وإن شاء الله ما الثقة هاي بتكون أنا على قدر المسؤولية. انتقال نادي الفيصلي كان باتفاق بين الناديين الإدارتين، إدارة الروثة مشكورة وما قصرت. تم الاتفاق على انتقالي إلى نادي الفيصلي النادي الكبير، وأنا يعني مدرك حجم المسؤولية اللي راح تكون علي، وإن شاء الله إني بكون على قدر المسؤولية وراح أبذل كل ما أوتيت من قوة لحماية مرمى الزعيم. جمهور الفيصلي أكبر جمهور في الأردن، وتطلعاته دائما للبطولات وأنا عارف الإشي هذا، وإن شاء الله إني بكون عند حصون ضمنهم. يعني أنا كنت يوم ألعب في المباراة كنت أشوف الجمهور نادي الفيصلي، بصراحة كنت أستمتع فيه، وجمهور يعني عنده قوة بالتشجيع كبير وبدعم الفريق. أنا بتمنى شخصيا إنهم يدعموني ويقفوا معي، وإن شاء الله إني ما بقصر بجوية الملعب، كنت أنا وزملائي وكامل اللاعبين. يعني أنا أول شيء بتشرف إنه إن شاء الله إني أكون مشارك بالتتويج، وأنا يعني حابب إنه أتوج مع النادي الفيصل، وأنا يعني راح إن شاء الله أكون على قدر المسؤولية إنه بدنا ننافس على البطولات كلهم، ودائما النادي الفيصلي بيسعى لمنصات التتويج، وجمهوره لا يقبل إنه يكون رقم اثنين، دائما الفيصلي رقم واحد. راح نحاول ننافس على جميع البطولات، وإن شاء الله نتوج بجميع البطولات، يعني وخاصة البطولة الآسيوية، لأن النادي الفيصلي لازم يرجع، وحتى الآسيوية مرة ثالثة نادي كبير وبيستاهل.